النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى كتبوا لنا، كتاب لطيف صغير في الحجم لكنه غزير في المادة وأيضا مثير للتفكير. الكتاب بعنوان الرجل ذو السروال الأحمر، عنوان فرعي له كما ذكره المؤلف، في حوار عقلاني من المادية واللادينية أو من الإلحاد واللادينية إلى الإسلام. عبد الرحيم جرين كاتب بريطاني أسلم بعد أن طوف شرقا وغربا، أقصد في عالم الأفكار. طبعا والده كان تقريبا ملحدا، والدته كانت كاثوليكية. هو كان يناقش الملاحدة ويسكتهم ويفحمهم، وهو لم يكن مقتنعا بأي دين فترة من فترات، لأنه كان يعلم أن هذا أن الإلحاد خطأ. حتى وصل إلى الإسلام وأصبح من دعاته، وله فيه مجالات كثيرة في هذا الأمر. هذا كتاب لطيف جدا وصغير في الحجم، ترجمه مركز دلائل، الرجل ذو السروال الأحمر القصير الذي لا يدري الإنسان من أين جاء بهذا اللباس. هذا الرجل الذي يأتي إليك ويطرق بابك ليقول لك إني أريد أن أقرأ عداد الغاز أو الكهرباء عندك في بيتك، فماذا أنت فاعل معه؟ هذا الكتاب هذا العنوان محفز، بمعنى بعض الناس سيسأل هذا الرجل كيف لونه وكيف شكله ومن أين حصل على لباسه ولماذا جاءني وما الذي أرسله إلى آخر هذه الأسئلة التي في الحقيقة لا علاقة لها بكيف تتصرف مع هذا الرجل. أنت الآن جاءك هذا الرجل يطلب منك الدخول إلى منزلك لكي يقرأ العداد، عداد الكهرباء أو عداد الغاز مثلا أو عداد المياه، فماذا ستفعل؟ هل سترده أم ستقبله؟ وإن رددته ورفضته فما هي الأسباب والمبررات التي جعلتك ترفضه؟ وإن قبلت به وأدخلته بيتك فلماذا وثقت به وصدقته؟ هذا هو الـ هو الـ هو الـ 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 الخلاصة للتعامل مع هذا الرجل. أما بقية الأسئلة الأخرى فإنها غير مفيدة، أو بقية التعامل الآخر فإنها غير مفيد، والكتاب لا علاقة له طبعا بهذا الرجل، وإنما هذا تحفيز ليقول لك كيف تقتنع بفكرة وجود الخالق سبحانه وتعالى، كيف تقتنع بصحة الرسالة، كيف تقتنع بصحة الدين. المؤلف في البداية تكلم عن بعض مثل من الأشياء اللطيفة يتكلم عنها، تكلم عن الأسئلة التي بدون جواب هناك أولا قبل ذلك، وتكلم عن ما يتعلق بالمنطق وأن هناك أشياء منطقية اتفق عليها البشر، من مثلا أنه لا يوجد شيء منظم من شيء فوضوي، لا يمكن أن الجزء عبارة عن جزء من الكل، وأن الكل أكبر من أو المجموعة أكبر من الفرد. هذه أشياء قد اتفق عليها البشر. وضرب لهذا أمثلة، مثلا الهاتف المحمول هو عبارة عن بعض المواد، بلاستيك وأيضا زجاج وغيرها من الأشياء التي معروفة منشأها، فمنشأها من النفط البلاستيك، أيضا كذلك الزجاج قد يكون فيه رمل. هو يقول لك، يقول هو من باب الدعابة، أن النفط والرمل موجودة في صحراء العرب كثيرا، فلو جاءك رجل وقال أنا أمشي في الصحراء وفجأة وجدت جهازا قد خرج من العدم من خلال امتزاج النفط بالرمال وأخذته وأكلمته، هل يمكن أن يقبل هذا الأمر؟ إذن كيف يمكن أن تقبل وجود فكرة هذا الكون بهذا التدبير المنظم والمحكم بدون وجود خالق سبحانه وتعالى؟ وذكر أمثلة على هذا فيما يتعلق بالتدبير المنظم للكون والذي لا يمكن أن ينتج هكذا صدفة أو من فراغ. أعود إلى ما ذكره فيما يتعلق ببعض الأسئلة التي قد لا يكون لها جواب معين. مثلا بعض الناس، لماذا يأتي الشر؟ لماذا يحصل الشر في الكون؟ لماذا؟ من هذه الأسئلة التي أشبه ما تكون بأسئلة بسؤال أن يوقفك شخص أمام بناية من البنايات مغلقة لم يسبق لك أن رأيت بها ولا سمعت بها ولا تعرف أي شيء عنها، ثم يأتيك ويقول لك ما الذي يوجد خلف هذا الباب المغلق، معتمدا على عقلك وعلى حدسك وعلى تفكيرك. ربما تقول يوجد كنب، يوجد مكاتب، يوجد قد تكون جابتك صحيحة وقد تكون بعيدة كل البعد عن الصحة، لأن العقل هنا سيتوقف تماما. أنت بحاجة إلى شخص آخر يخبرك ما الذي رآه أو ما الذي يحتوي عليه هذا المبنى حتى تستطيع أن تجيب عنه، وهذا هو دور الوحي فيما يتعلق بتنظيم العقل. بدي أتكلم عن قضية الأديان. هناك أديان لا يمكن أن تكون أديانا مقبولة لأنها ليست عالمية مثل بعض الأديان
ذكر الهندوسية وذكر السيخية وذكر حتى المسيحية والنصرانية ذكرها، بدأ يقارن بين الإسلام واليهودية وزرات ديانة زرادتشا وزرادتشيح لكي يصل إلى نتيجة مفادها أن الإسلام ليس مرتبطا بشخص، خلاف اليهودية مرتبطة بعرق يهوذا أو زرادشية مرتبطة بشخصية زرادتش نفسه، بينما الرسالة الإسلامية ليست مرتبطة بشخص وإنما إسلام، هي استسلام لله سبحانه وتعالى. لأجل هذا نجد أن الغربيين يحاولون أن يطلقوا على الإسلام الدين المحمدي حتى يكون مساويا لغيرهم الأديان في المحلية وعدم العالمية. أيضا كذلك صحة القرآن من خلال القرآن نفسه، سواء من خلال عدم تحريفه وذلك مقارنة المصاحف الموجودة الآن بالمخطوطات التي وجدت في العهد الأول أو في العصر الأول، أو كذلك أيضا بمستوى المعلومات المدهش الذي لا يمكن أن لم يكن يعرف في ذلك الوقت، سواء معلومات تاريخية لم تصدق حتى هذه السنوات المتأخرة، أو حتى معلومات طبية أو بيئية، مع أن القرآن كما يقول المؤلف ليس كتابا للمعلومات وليس كتابا للإدهاش المعلومات، وإنما هو كتاب هداية ودلالة وإرشاد، لكن جاءت هذه عرضا لكي تثبت صحته، إلى غير ذلك من الأشياء المتعلقة سواء بالقرآن أو بعالمية الدين، أو أيضا كذلك بما يتعلق وهذه من الأشياء المهمة بالأسئلة الخاطئة التي يمكن التي الإجابة عنها تكون مزعجة، لأن السؤال في نفسه خطأ، وهي كثيرة من الأسئلة التي تطرح في بعض الأديان، هل يستطيع الخالق على كل شيء سبحانه وتعالى؟ فإذا قيل نعم جاء السؤال الذي بعده، هل يستطيع الخالق أن يفعل الشر؟ هذا السؤال في ذاته خطأ، أو هل يستطيع كما هو السؤال المشهور، هل يستطيع الخالق أن يخلق صخرة لا يستطيع هو أن يحركها؟ السؤال في بنيته أو في بنيته خطأ، فلأجل هذا يقول يجب أن ننتبه لهذه الأخطاء التي تشغل كثيرا من الناس وتقلقهم، كما يقلقهم الرجل ذو السروال الأحمر فينظرون إليه وينشغلون بلبسه أو بردائه ومن أين حصل به عن ماهيته وحقيقته، فهذه الأسئلة المشوشة هي التي ينبغي أن يزيحها الإنسان حتى يصل إلى النتيجة النهائية. الرجل ذو السروال الأحمر لعبد الرحيم جرين هو كتابنا في هذه الفقرة. فقرة قادمة، نلتقيكم أنتم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.